الرحمن الرحيم. طريق الخير أوله بر ونهايته فرحة. حالة النهاردة فيها معاني كتير، منها الوفاء والرضا والشكر. حالة النهاردة هي حالة الحاجة ديبة. الوحدة كانت سبب كبير لحزنها. واحدة ست عايشة في الدنيا بطولها، بتواجه كل حاجة لوحدها، الفقر، موت جوزها، عيشتها من غير ونس. كل ده ما كانش سبب عشان تكره حياتها، بالعكس هي حامدة وراضية. إنما هي قررت تعيش على ذكراها 19 سنة من غير أولاد ومن غير ما حد يكون جنبها. طبعا معاناة كبيرة، إنما اللي زودها أكتر إنها موحودة في الدنيا من غير حد. اللي فاتت ساعة ما جوزي مات حسيت بحاجات كتيرة قوي، بقيت وحدية وبقيت يعني عايشة الحمد لله، بقى عايشة الحمد لله، عايشة زي الناس اللي عايشين. أيوة كنت جوزي كان مات وأنا ما عنديش حاجة، وكنت ما كنت لسه صغيرة، ما عملتش أب، وكنت عايشة مع جنب الناس دي اللي هي بيتهم بيدي بينا. جوزي كان شغال أجر، يعني بيشتغل على جرار كده عند الناس اللي أنا قاعدة عندهم دول. ده كان زمان أول كان 20 جنيه 30 جنيه، كانش فيه. جوزي ميت بقاله 19 سنة وعايش لوحدي، يا معايا ربنا وأنت كلكم ولادي، إخواتي بيه الله يخليهم بقى، كل واحد في بيته، ربنا يرزقهم حنن عليهم. يعني في رمضان والله السنة ما حد عمل عندنا حاجة كويسة خالص، ما حد جاب لي حاجة. أنا عندي خصونة في رجلي وعندي الدوال وعندي التهابات، مرهم اهو بجيب وادهن رجلي واديني عايشه والحمد لله. اعمل ايه؟ مش عايزه ولا حاجه من الدنيا الا انتوا تخلوني بس تعملوا لي البيت ده، وكنتوا جبتوا لي حاجه نظيفه انام عليها وخلاص. املي في الدنيا والحياه مش عايزه غير كده، ربنا يبارك لكم. بس بسيط وبس ونظيف، وبيت نظيف وحمام. حاسه ان انا اهو اللي راضيه بحكم الله سبحان الله وتعالى، بصلي واصوم الحمد لله، وقاعدة الحمد لله. اللي يرضي لي ربنا يرضاه، اللي يرضي لي ربنا يرضاه الحمد لله. الحاجة ديبة مش بس عايشة لوحدها، لا هي عايشة في مكان من غير سقف يحميها. خلوا بالكوا البرنامج ده مش بيصور ناس في عمارات ولا في بيوت، يعني ممكن في ناس تبقى عايشة صحيح في عمارات وفي بيوت ومساكين زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم. المسكين ده هو اللي ممكن يبقى عايش في بيت ومقفول عليه بابه ولابس كويس بس يعني وعنده القليل بس مش مكفيه. دول المساكين الفقراء، هم اللي ما عندهمش ما يكفيهم. البرنامج ده مش معمول للمساكين، البرنامج ده معمول للناس اللي ما عندهاش حاجة خالص، اللي مش موجود عندهم اي حاجه، حتى سقف البيت مش موجود، حتى الاربع حيطان مش متشققين، يعني مش كاملين. فده برنامج اللي هيتفرج عليه هيعرف انه فلوسه هتروح لناس تقريبا معدمين، مفيش، ما عندهمش حاجه من مظاهر الحياه العاديه القليله. انت ممكن تكون بتتفرج عليا وبتقول على نفسك، بتوصف نفسك انك فقير. لما تشوف الناس دي هتكتشف انك مش فقير خالص، لا انت معاك، انت محمي، انت مستور، انت في عيلة، انتوا بتطبخوا في بوتاجاز، انتوا يعني الناس اللي بتقول انها هي فقيرة اتفرجوا على البرنامج ده. زاد وغطى على الست ديبة المرض بقى اللي بيخليها مش قادرة تشتغل او حتى تساعد نفسها. لو حصل لها حاجة وهي لوحدها بطولها كده في الطل كده في الحته اللي انتوا شايفينها، مش هتلاقي لحد يلحقها، لا زوج يعني يقول لها مالك، ولا اولاد يحنوا عليها ويرضوها. وبرغم كل معاناتها دي هي بتقول اي حاجه اللي يديهولي ربنا انا راضيه بيه. الانسان ممكن يتحمل الوجع والالم بس يبقى عنده امل في انه يعني العلاج جاي، انا هلاقي العلاج. ممكن يتحمل الفقر
لو راضي وواثق انه رزقه بايد ربنا سبحانه وتعالى وانه ربنا هيسبب له اسباب الرزق والمساعده. بس هل ممكن الانسان يعيش كل الالم وكل المعاناه وكل الاحتياج وهو وحيد خالص؟ الصعوبه هنا بقى ان كل ده مجتمع مع الوحده في قلب الست دي، قلب مكسور وضعيف ولا حول له ولا قوة، هو قلب الحاجة ديبة. عندنا فاصل ومكملين. بري وفرحة فرحة وبري، بري وفرحة فرحة وبري. بقول يا رب مش عايزه منك ولا حاجه، بس ستره من عندك وتكفيني شر المرض وتحب فيا الناس، وعايزه بيت نظيف من عندك يا رب، اعيش بس حاجه نظيفه واكل حاجه نظيفه، التراب ينزل على اكلي، لان جاتني المراره، بقيت النطره اللي فاتت بقيت اصرخ من النطره لما جاتني المراره، وبقيت قاعده 3 شهور عيانه، وقال لي الدكتور ده انت عندك حصوايه على المراره من القرف اللي بينزل علينا، قرف التراب. اهلي مشينا في مصر كل سنه بيجوني مره، والعيش على قد الحمد لله، الارض باللي يدولي ربنا سبحان الله وتعالى، لازم نرضى باللي يدولنا ربنا، نقول الحمد لله، نقوم من النوم نقول الحمد لله يا رب، لا شليتني لا عميتني لا خرستني، ونمت النوم اللي هي الصغيره موت النوم، الموت الصغيره اللي بنناموها، ونقوم صاحيين ونتحرك ايدينا ورجلينا ونتكلم بنمشي صح؟ علمت ان انا لازم ابقى حلوه وكويسه مع الناس، واحب الناس واحب الخير للناس واحب كل بعد الناس. بعد المقطع ده بحب الخير للناس قبليه. تعليق وفاصل. بحبه للناس قبليه وبحب الناس قوي، ما بزعلش حد مني، كل الناس حبايبي، كل الشباب اللي زيكم ده اللي زيكم كده بيحترموني وينادولي يا ماما عامله ايه، ويسالوا عليا قابلوني في الطريق، ما حصلش حاجه، انا خدت هو كان ابن عمي وربنا ما اداناش، ربنا ما اداناش، هو مات وربنا ما اداناش. الطريق لربنا سبحانه وتعالى واللي يا رب يوصلنا للجنه لازم لازم يكون مفروش بالخير، ولازم يكون مفروش بحب الخير، يعني نبقى حابين الخير اللي احنا بنعمله، مبسوطين واحنا بنعمله، بنجري عليه مش هو اللي بيجي لنا، بندور عليه مش هو اللي يدور علينا. طول ما انت ماشي في دنيتك، وانا وكلنا يعني بنصح نفسي قبل ما انصح اي حد، محتاجين نرمي خير كتير، نبدره نبدره كده طول ما احنا ماشيين، لانه ده اللي هيستنانا في الاخره، يعني لانه ده اللي يا رب يا رب نروح الاخره نلاقيه قاعد مستنينا، نلاقي منزله كويسه، نلاقي اجر كويس. ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب ووصلنا للحاجه ديبه واللي زيها، وعرفنا المعاناه اللي الناس دي بتمر بيها. الست دي عايشه في بيتها محاطه بالتراب حواليها من كل جانب، احنا لما بيبقى يوم فيه تراب اللي صدره بيقفل، واللي الست اللي تقول لك البيت بعد ما نظفته، واللي ما اعرفش ايه، لا دي عايشه، ده عيشتها، دي حياتها، يعني حياتها هي التراب في الاكل، التراب في عينيها، التراب في على فرشتها. انا رحت البيوت، بعض البيوت يعني من البيوت دي مش كلها، يعني لا يمكن تتخيله ولا تتصوره الحال في الحقيقه عامل ازاي. الكاميرات فيها فلاتر وفي اضاءه وفي، لا يمكن دماغكو يتخيل السراير شكلها ايه، والفرش عامل ازاي، والارض عامله ازاي، والحيطان عامله ازاي، لا يمكن. اللي عايشين في بيوت فيها سلالم وفيها شباب شقه بيفتحوا وبيدخل، ما بقولش اسانسيرات ولا بقول فيلل ولا بقول كده، لا لا لا، يعني مش بقول ده، انا بقول عايشين في بيوت عاديه لا يمكن يتخيلوا
العيشة في السجن وعلى البرش أنظف بكتير قوي 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 قوي. يعني في ناس بتنظف وناس بتحط أكل وكده، لا يمكن يتخيلوا الصعوبة في الحياة عاملة إزاي. حياة صعبة بكل المقاييس، بكل المقاييس. الناس اللي وانتوا حاسين بحد، وانتوا دريانين، وانتوا قاعدين في التلفزيون بتقولوا وما تعملوا انتوا. ربنا يقدرنا ونعرف نكفي كل الناس دي، ربنا يقدرنا لو نقدر ونعرف نكفي يعني الناس دي يعني، وربنا بقى هو اللي هيحاسب. بس في ناس بتشوف وناس بتدور على الناس دي. انا في مره من المرات قابلت طبيب قال لي يا دعاء وصلي لي، بيقولي لي انا مش بعرف اوصل للناس دي، انت بتوصلي لهم؟ قلت له لا، احنا عايشين حضرتك، احنا عايشين سيادتك، احنا بنشوفهم يوميا وبنقابلهم وبنوصل لهم. قال لي وصليني، انا مش عارفه. هو ما يعرفش غير الدايره اللي حواليه، ما يعرف. وطبعا في ناس بتجيله وبيعملوا عمليات ببلاش وبيعملوا كل حاجه وبيعملوا خير، بس مش عارفين يوصلوا لابعد برضو من الدايره اللي بتوصل له. هو مثلا عيادته في المهندسين، فالناس اللي بتوصل له في المهندسين. هو عيادته في مصر الجديده، الناس اللي توصل له في مصر الجديده، انما ابعد من كده مش عارف يوصل. فاحنا بنوصل. عندنا فاصل وراجعين. بري وفرحه فرحه وبري، بري وفرحه فرحه وبري. بيت نظيف، عايزه بيت نظيف وفرشه نظيفه بس. ربنا يخليكم ويجعلكم مستورين ويخلي لكم اولادكم. الله راحت البال، ربنا يديكم، اللي يدي يديه ربنا، واللي ما يديش برضه انا راضيه. وانا بصلي الفجر قلت يا رب انهم يعملوا لي البيت دي ده ويبقى حقيقي بيت نظيف. بس انا ما اتجوزتش، ما رضيتش اتجوز خالص، عشان هو كان ابن عمي وكان بيحبني قوي يعني، كنت عايشه معاه حلوه ومش هلاقي حد زيه. بقول له ربنا يا رب بس كفيني شر المرض، اوعي تعيني عشان انا ماليش حد غيرك. بدي على ربنا كده واقول له ربنا بيسمع مني. ايوه بيسمع مني، عشان انا ما عنديش ولا عيل ولا راجل ولا حد. ايوه بيرد عليا، بيقول بيعمل لي كل حاجه حلوه. الحمد لله، انا احمد ربنا الحمد لله على اللي اديلي ربنا. الحمد والشكر له. ايوه راضيه باللي اديلي ربنا. ربنا سبحان الله وتعالى خالق الناس كل واحد على قده. انا عايشه باللي اديلي ربنا. حد سأل عليا جاب لي حاجة كتر خيره، وما جابش كتر خيره برضه. راحة البال نعمة ربنا بيمن بيها على عباده، إن أنت تبقى قاعد في بيتك وجنبك عيلتك عايشين سوا كده مع بعض، بتاكلوا وتشربوا وتتكلموا، تلاقي حد يحس بيك، يحس كده بزعلك بوجعك، لو تعبت يساعدك حتى لو بكلمة طب سلامتك. دي نعم احنا مش بنحس بيها ولا واخدين بالنا منها غير لما بقى نيجي نتفرج على الحالات دي، الحالات اللي ناقصها كل النعم دي. الحاجة دي بعاشت حياتها بطولها على ذكرياتها مع جوزها، اللي يمكن الذكريات دي يعني تفتكرها فتهون عليها كل الصعوبات اللي هي عايشة فيها دلوقتي، او يمكن ما بتهونش الله اعلم. هي برغم كل ده عندها ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، وبتدعي دايما انه يكون جنبها. وكفاية انها تكون عارفة ان اللي معاه ربنا اكيد هيرضيه، واكيد هيجي عليها يوم يعني الراحة تدخل بيتها، شوية فرحة يزوروها، من حقها تفرح شوية، من حقها يعني تدوق شوية فرح. احنا هنا عشان نساعدها، احنا هنا عشان نساعدها ان هي تقابل الفرح ده. احنا موجودين والله عشان نعرف الناس على حاجة اسمها الفرح، السرور، العيشة الآمنة. ربنا سبحانه وتعالى خلانا نعطر فيها هي واللي زيها، ونصورها عشان ننهي بقى مسلسل الخوف والحزن والقلق، ونفتح معاها هي وغيرها صفحة جديدة ترتاح بعدها وما تحملش اي هم. أشوفكم على خير في بر جديد وفرحة أكيد. منك ليك اللي
ازاي ترسم.